السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، ربنا يخليكم ليا. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قد الدنيا دي كلها. عايزة اقول لكم انا جاية النهاردة اعمل مقلب في علي، تمام؟ عايزاكم كلكم بقى تحطوا اللايك وتشجعوني وتقولوا لي ايه رأيكم في المقلب، وان شاء الله عصبه وطلعه عن شعوره ونشوف هيعمل ايه فيا وهيقول ايه. هو نزل يجيب عيش عشان نعمل تحدي على قناة منوعات ام محمد البورسعيدية 2، هينزل عليها النهارده ان شاء الله او بكره، هنشوف على حسب ما ينفع يتحمل. ما تنسوش تروحوا تشتركوا هناك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش حوارات توينز بنات اخويا، تمام؟ تعالوا بقى نشوف المقلب عبارة عن ايه. بس قبل ما نبدأ الفيديو كلنا ننزل نصلي على النبي، اللهم صلي وسلم عليك يا نبي. وتعالوا بقى نبدا الفيديو. انا هروح اقعد في الحته اللي هناك دي، وطبعا هقعد لغايه ما هو يجي، هقطع لكم ده كله لغايه ما يطلع عشان مش هينفع اشغل لان هو بيفتح بالمفتاح مش بيرن الجرس، تمام؟ هروح بقى اقعد في الحته اللي هناك دي اهي واستناه، يا رب بس الصوره تطلع حلوه، لان انا بصوا هنقعد في اخر الدنيا، هحاول اقرب لكم الصوره بعد ما نصور. يلا بينا، يلا. شجعوني، انا مستنيه يفتح. تمام، يلا بينا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا بسرعة لو سمحت. يلا عايزاك. يلا بسرعة لو سمحت. أنا ما عنديش صبر بصراحة. يلا. يلا عشان الموضوع كبير. النهاردة فيها طلاق. يلا. هات يا حبيبي. شكرا. طلاق خير. خير ايه؟ والله انت عارف انت عملت ايه وفي ايه؟ انت اللي تقول طلاق ايه وليه، وتقول لي الحمام كان جاي لمين وبتاع ايه. حمام ايه وطلاق ايه؟ بتتكلمي في اساسا؟ ها؟ انت انا المفروض اقول لك الحمام كان جاي لي مين، تفهم على طول من غير ما افسر. حمام ايه ده؟ انا دلوقتي بتصل ببتاع الفراخ عشان حنان كانت اختي عايزه منه فراخ. بتصل بيه قال لي الحمام عجبك يا ام محمد؟ قلت له حمام ايه؟ قال لي الحمام اللي اخده ابو محمد. وحضرتك امبارح قلت لي انا عندي شغل كتير هتاخر في الشغل. اصلا انا ما رحتش ولا لبتاع الفراخ ولا جبت حمام ولا الكلام ده. والله؟ بيمثل هو. وانت امبارح اتاخرت في الشغل تمثيليه برضه. لا كنت في الشغل. وانا شاكه في امورك يا علي، انا شاكه فيك، انا عايزه اتطلق، الامور دي ما تنفعنيش، انا بالذات ما ارضاش بالوضع ده. انا ما روحتش ولا بتاع. انت رحت. طب ما يمكن هو قصده، هو يمكن قصده حد تاني، انت ليه مصدق الكلام؟ يقصد ابو محمد تاني وام محمد تاني، اصل الراجل يعني مش عارف ام محمد من ام محمد ولا ابو محمد من ابو محمد. عادي، ايه المشكله؟ ما ممكن تكون امور تختلط بعدين. لا ما تختلطتش. لا ما اختلطتش. بقول لك ايه، انا ولا رحت جبت حمام ولا رحت لبتاع الفراخ اصلا. انت بص امورك مش عاجباني وتتكلم في التليفون، وايوه يا حاج، حاج مين اللي اتكلمه لي على السرير وانت نايم على ظهرك؟ واحد من وانا عامله زي الهبل عشان الشغل. وانا عامله زي المجنونه. ده في الشغل. يا حبيبي شغل. شغل. هي الدنيا ما عادش فيها امان، وانا ما بامنش لحد، انا مش عايز، انا نفسيتي مش جايباني اطلع في القناه. اصل انا عندي احباط، اصل انا مش عارف ايه، اصل المشاهده مش حلوه، اصل احنا بنصرف ومش جايبه. ده اللي انت طالع لي فيه اليومين دول عشان تحرق دمي وعشان تفوق لدماغك. بس مش عليا، بس مش عليا. مش عارف والله اقول لك ايه بصراحه. خلاص انت ما دام انت مصدقه صدقي، لكن انا بقول لك اهو ما تصدقهوش، ما تكذبش كوزك وتصدق الراجل بتاع الفراخ. ما يمكن الراجل كبير على بالك انت والامور اختلطت عليه. والله. تليفونك بيرن، شوفها يمكن عايزاك. هات التليفون لو سمحت. رقم صح؟ الو الو، السكه اتقفلت في وشي. عادي عادي؟ ما بتحصلش؟ يعني الموضوع ده ما بيحصلش معايا حد؟ صدفه صدفه يا عيني. بريء، انت راجل بريء، انت راجل طاهر ماشي كده اهو. يعني اصل انت ملاك. موضوع المكالمات ديت ما بيحصلش. لا ما بيحصلش. وموضوع الحمام بيحصل.
يا بنت ما جبتش حمام، مش مصدقاني ليه؟ انا ما رحتش لبتاع الفراخ وجبت منه حمام. لا رحت. لا حتى لو هو ما قالش حمام، انا شاكه في امورك، انا شاكه في امورك. ازاي يعني؟ معرفش في امور ازاي. والرقم اللي رن ده حضرتك رقم مين؟ وريني الرقم. طبعا حضرتك مش مسجله باسم. طب انت ممكن يكون غلط معاكسه. اه حضرتك وجاي لك مكالمات منه قبل كده اهو. اهو يا حبيبي جاي لك مكالمات منه اهو. وبعدين وبعدين بص اقول لك الصراحه، عشان خاطر بصه البنت ايه، مهما قلت انا مش هصدقك. بص دي انا مش هصدقك انت دي تطلقني. واحدة بتكلمني. لا بص دي واحده بتكلمني معاها فلوس وهتجيب لنا شقه كبيره، خد بالك. فهي زي ما تقول الموضوع يعني ايه، ما كنتش عارف اكلمك فيه، بس ما دام انت خلاص اكتشفتيه لازم اقول لك. هنجيب من هي هتجيب لنا شقه كبيره وكده، هنظبط لنا حياتنا شويه. بس انت بتهزر ولا بتتكلم بجد؟ لا بكلمك بجد. هي موعداني بشقه كبيره. انت بتهزر؟ لا بهزر يعني، الموضوع ده بهزر فيه؟ هو الحاجات دي فيها هزار؟ انا بهزر دلوقتي؟ انت دلوقتي عايزه الصراحه، فانا بقول لك الصراحه. صراحه ايه؟ دي واحده ست عرفتها معاها فلوس وهتجيب لنا شقه وكده والدنيا. انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ لا اله الا الله. هو انت عايز الحقيقه ولا عايز الكذب؟ يعني انا افضل اقول لك لا ما روحتش، لا ما جيتش، فبقول لك الصراحه. انت عايز ايه تاني دلوقتي؟ عرفتها منين دي؟ من الشغل. كنت مسافر مشوار كده الاسماعيليه وعرفتها، كنت بسلم شغل وجيت واتعرفنا على بعض. انت بتهزر ولا بجد؟ لا اله الا الله. وانت يا بنتي مش عايزه الحقيقه؟ انا بقول لك الحقيقه، ما بقولكش الهزار دلوقتي. مش عايز اكذب عليكي، مش عايزك تبقى قاعده اخد بالك انت. انا بقول لك الحقيقه دلوقتي كده. كمان غلطان لما اقول لك الحقيقه؟ غلطان اساسا كنت هقول لك واعرفك. هو مين اللي هيروح يقعد في الشقه دي اللي هجيبها؟ مش انت وابنك؟ مش عايزين شقق. يعني انت عاجبك العيشه اللي احنا عايشينها؟ فاهماني؟ عاجبك العيشه اللي احنا عايشينها؟ ربنا يفرجها. انا مش مستوعبه اللي انت بتقوله، مش قادره استوعبه. ده حاجه بقى ترجع لك بقى. انا بقول لك الحقيقه اهوت بصراحه. خلاص روح اتجوزها وسيبنا احنا في حياتنا. والله لو ده نجحت ماشي، مفيش مشكله بالنسبه لي. انا بالنسبه لي مفيش مشكله، ما دام انت هتعكنن عليها بقى كل شويه وهيبقى الموضوع فيها عكننه والكلام ده. ايوه عكننه. اه يلا روح لها بقى. ماشي هروح لها. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ على فكره اللي انا كنت بقوله ده كله كان هزار اصلا. وانا اللي بقوله ده كله هزار اصلا؟ ده رقم اختك وعرفت ان هو مقلب وداخل عليها بايه؟ لان انا حافظ رقم اختك. ما تشتغليش عليا، مانيش مسجل رقم اختك ده 010 ده، بس انا حافظه معايا رقم 012 مسجله. هتقول له معرفش ايه وتشتغل عليها، تقول له معرفش بتاع الحمام وبتاع الفراخ. انا رحت اساسا لبتاع الحمام ولا رحت لبتاع؟ بس ايه رايك انت بقى؟ بص شفتي حطيت نفسك في موقف مية مية. انا كده قريتك على طول، انا قريتك حبيت تعكنن عليا قلت لي اللي معكنن عليك احسن. يلا
ده رقم مين؟ اختك. مش لاقي اكلم اضحك والله عيط اضحك والله عيط. هو انا طلعت غبية قوي كده؟ انا غبية قوي كده؟ ولا هو الرقم هو اللي وقعني؟ عجبكم يا جماعة؟ طب انزله ولا ما انزلوش الفيديو ده؟ لا هما بقى اللي هيقولوا. هما اللي هيقولوا بس. عارفة يا ماما؟ انا صدمت صدمة. انا لساني وقف. والله يا جماعة لساني وقف، ما لقيتش كلام اقوله. واصلا هو يعني لا بتاع لف ولا بتاع تليفونات ولا يعني ازاي اتفاجئت فيه؟ اتفاجئت وفهمنا ان في حد بيكلمه من مصر، هو بيعزه الحاج صح؟ الحاج عبده. الحاج عبده وبيقعد يتكلم معاه كتير، واقول له ده انت لو بتحب واحده مش هتكلم، بس انا بسمعه وهو بيكلمه. ايوه. طب هات منديل، هات قول. محدش يقول لي في الكومنتات انت فاشله. انا مكسوفه من نفسي. لا وضبط وصورت وقلت لهم هعصبه وهنرفزه. الرقم عجبك يا محمد؟ وطلعت محمد بره التصوير، قلت عشان ما يضحكش ما يبوظليش الفيديو، عشان اثبتها على ابوه. ماشي. بصوا بقى قولوا لنا ايه رايكم في اللي حصل لشوشو واللي حصل مع لولو. بس انت صدقت في الاول. انا في البدايه صدقت. بس ايه؟ لا لقيت انا ولا رحت جبت حمام ولا الكلام ده، يبقى الموضوع ده فين؟ والرقم هو اللي كشف. انت اللي قلت لي حط له رقم حنان مش معايا، انت السبب. ماشي. يعني ايه يعني؟ يعني طلع مقلب؟ انا جاي اعمله فيك تعمله فيا؟ ايوه ما هو انت بص انا في الاول صدقت. بص انا مش هسيبك مش هسيبك. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.